بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهنا. وقفتنا الأخيرة مع الطوارئ. وزارة الصحة قدرت عدد مراجعي الطوارئ بمستشفيات الوزارة خلال سنة 2021 ب 11.4 مليون مراجع ومراجعة، من بينهم نحو 6 ملايين من الذكور، بشكله تقريبا 53% من إجمالي المراجعين، فيما بلغ عدد المراجعات الإناث 5.4 مليون بشكله تقريبا 47% من المراجعين. يعني الفرق منه كتير كبير، ولكن خلينا نتوقف مع هذا الموضوع. خلينا نرحب بالدكتور سالم المطيري، أخصائي أول عناية حرجة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم معنا. الله يحييك، أهلا وسهلا وشكرا على الإضافة الجميلة، ورحب بمستمعين ومستمعات الكرام. يسعد نهارك. قديه هالدراسة يعني قول العدد منه الفرق منه كبير، ولكن بصفة عامة الرجال عادة بيروحوا للطوارئ بالمستشفيات أكثر من النساء؟ حد علمي، أنا شغال في الطوارئ من 2007، حد علمي أن الأرقام اللي قلتي هذه ما عندي معلومة كافية أو صحيحة عشان أفتي فيها، لكن اللي فيها المتحدث الرسمي من وزارة الصحة. نعم. لكن حد علمي المرض يعني ما يعرف رجال ونساء، بشكل عام الرجال والنساء يعني يحضرون الطوارئ بشكل يعني مستمر، ولكن النسبة أنا ما أقدر أفتيك فيها لأنها نعم. من تخصص وزارة الصحة، متحدث رسمي وزارة الصحة. نعم. لكن المرض ما يعرف النساء ورجال. نعم. طيب اليوم اللي بيروح للطوارئ، شو الأشياء اللي ممكن، الخدمات اللي ممكن تقدم بالطب الطوارئ؟ هل هي مختصة أم حالات معينة أم كل شيء ممكن ينحل بالطوارئ؟ خلينا نعرف مش يسمى الطوارئ. الطوارئ مركز متخصص لإنقاذ الحياة والحياة الحرجة. نعم. طبعا الطوارئ فيها جميع التخصصات، القلب والباطنية والنساء والولادة والأطفال، جميع التخصصات دقيقة. نعم. فيها استشاريين طوارئ على مستوى عالي من التعليم والتدريب، فيها مشرفين لنقل المرضى، وتوفر الطوارئ جميع احتياجات المريض من ناحية التحاليل الطبية، من ناحية الإشاعات، من ناحية العمليات السريعة والعمليات القصيرة، وتبيئة التمريض، وفيها استقبال المرضى وتسجيلهم. نعم. وفيها الإسعافات لنقل المريض لمنزله إذا خلص علاجه في الطوارئ أو نقله إلى مستشفى آخر. تقدم جميع تخصصات الطوارئ، عبارة عن مستشفى مصغر داخل المستشفى. نعم. على شو عادة طب الطوارئ بيعتمد؟ يعتمد على الحالات، يعني الحالات التخصصية، مثلا الجلطات، النزيف، الحوادث، الولادة المعسرة، مشاكل الأطفال، أزمة الربو، يعني الحالات المعقدة في المستشفيات الصغيرة اللي داخل المنطقة يتوجهون للطوارئ على طول، من ناحية تقييم الحالة السريع وعمل الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحياة. نعم. بالفترة الحالية هيدي، يعني خلينا نقول من شهرين ثلاثة أشهر لهلأ، شو أكثر الحالات اللي بيجوا عندك يعني بالمستشفى اللي أنت بتشتغل فيها مؤخرا؟ أكثر شيء عم بتلاقي أنه الناس بتشكي من نفس الموضوع بالطوارئ؟ أكثر المشاكل اللي جينا من ناحية الحالات الحرجة هو الجلطات الله يكفينا الشر، والنزيف. نعم. والحوادث والآونة الأخيرة مرض الكورونا وما يتعلق بالكورونا. نعم. بالنسبة للأولاد الصغار أكثر شيء بيجوا على المستشفى، شو السبب الطوارئ؟ السبب الربو، الكتمة، الحساسية، أو كان يعني يلعب في البيت وأكل شيء ووصل بشيء جسم غريب. والله بيجي. نعم. بيجي هيك حالات كتير؟ بيجي حالات اللي يأكل الحلالة أو يأكل اللي نسميه الخرز الدائري، يكون مهمل من الأهل ويلعب فيها ويأكلها، ويجونا عند في الطوارئ عنده ضيق التنفس، عنده نقص في درجة معدل الأكسجين. نعم. نعم. اليوم اللي بده يشتغل بهذه الوظيفة شو المطلوب منه؟ يعني عادة هذا التخصص شو الدراسة اللي بتكون مطلوبة وقديه بيكون عدد السنين؟ طبعا يختلف، من الاستشاري يبدأ من 6 سنوات إلى، وبعد 6 سنوات يأخذ اللي يسمونه فلوشيب 4 سنوات، يتخصص في أعلى واحد الطوارئ هو الاستشاري، بعده التمريض اللي هو 5 سنوات، بعد التمريض المشرفين اللي هو 5 سنوات بكالوريوس أو ماجستير، وبعد التدريجين الإداريين اللي هم منسقين الحالات الطارئة أو تسجيل الحالات الطارئة، من المختبر ومن الإشاعة وعلاقات المرضى والأمن والمرور والسلامة. يعني مستشفى مصغر
داخل المستشفى. يعني نحن عم نستغل وجودك تنفهم أكثر أيضا عن هذه المهنة. اليوم عادة لما بيدرس الواحد وبده يتخصص، في تخصص فقط بطب الطوارئ ولا ممكن أي دكتور يكون يتخصص أو أي ممرض ولكن يكون عم يشتغل بطوارئ وبقسم الطوارئ وبعدين يكون بمحل تاني؟ هل هو تخصص؟ لا تفضل. لا، تخصص الطوارئ تخصص لحاله مستقل. يتخصص الطوارئ 5 سنوات يدرس في الجامعة كلها عن الحالات الحرجة والحالات المستعصية والحالات المعقدة في الجامعة، في تخصص الحالة في مسار الحالة. طبعا اللي شغال في العناية المركزة يقدر يغطي في الطوارئ، واللي في الطوارئ يقدر يغطي في العناية المركزة. والله. اي نعم. بدي أشكرك. في معلومة أو في نصيحة يمكن بختام هذا اللقاء ممكن نوجهها لمستمعينا من حدا له من 2007 قلت لي بتشتغل بطب الطوارئ بمستشفى في قسم الطوارئ، في شيء معين ربما ما سألتك عنه أو شغلة بتحب تلفت نظر المستمعين لإلها من خلال لقائنا لليوم؟ نعم صحيح، أنصح المجتمع بشكل عام المقيمين والمواطنين تجنب التجمعات المغلقة واتباع تعليمات وزارة الصحة في السلامة من ناحية الكورونا. نعم. وانتباه الأطفال هم إذا كانوا يلعبون بألعاب، وإذا كان عندهم يعني أم ولا أب سن كبير يتابع أدويته أول بأول، يعني في نسبة كبيرة مهملين الأب والأم من ناحية الأدوية. نعم. وكذلك الأطفال. نعم. وأتمنى الشفاء العاجل لجميع مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية أنت وكل الزملاء الموجودين. الله يعطيك العافية. شكراً جزيلاً. إذن مستمعينا كان معنا سالم المطيري أخصائي أول عناية حرجة، ونحن هيك بنكون وصلنا فيكم لنهاية لقائنا لليوم. إن شاء الله يوم الأحد القادم برجع بلاقيكم من جديد من خلال برنامج هدى وهنا.